نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، ودائما بيبقى محور صباحنا هو المقاومة والقضية الفلسطينية. تماما يا رشا، فلسطين العروبة حاضرة في وجداننا وفي وجدان كل العرب، وصمود الشعب الفلسطيني اليوم رغم كل الانتهاكات اللي عم يتعرض لها، رغم أبشع الجرائم اللي عم يتعرض لها والقصف المستمر، الشعب الفلسطيني اليوم علم العالم كله الصمود، واليوم كل شخص من دوره قادر على إيصال الرسالة والتعبير عن حبه للشعب الفلسطيني وأيضا للقضية الفلسطينية، وأكيد للمثقفين دور كبير بمعركة الوعي. لنحكي أكثر عن هذا الدور بسرنا نرحب اليوم بالدكتور الكاتب والروائي الفلسطيني الدكتور حسن حميدي. سعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا، صباح النور دكتور حسن. سعد صباحك، نورت صباحنا لليوم. اليوم عم نحكي عن قضيه هي قضيه مقاومه عبر عقود وصمود للشعب الفلسطيني. خلينا بدايه بنظرتك الادبيه الثقافيه الروائيه نحكي عن هذا الصمود. اولا صباح الخير. سعد صباحك لك ولكل من يشاهد هذه المحطه الغاليه، وصباح الخير لاهلنا في فلسطين، صغارا كبارا نساء رجالا، الذين يعني رفعوا راسنا وكبروا قلبنا كما يقال، فرحوا القلوب. فرحوا القلب ايضا. الحديث عن فلسطين هو حديث عن المقاومه، والحديث عن فلسطين هو الحديث عن ظلموت وقع على هذه البلاد منذ سنوات بعيده. نعم. يعني ما ان مشى العثماني حتى جاء الانجليزي في عام 1917 بقياده الجنرال الليمبي ودخلهم على فلسطين، ومنذ الساعات الأولى للأسف الشديد يعني بآخر مثل الأيام هاي ب 1917 الليمبي حكى بوضوح شديد عندما ذهب إلى قلعة صلاح الدين في فلسطين هناك في القدس، وقال له ما كما قال غورو هون في الشام، قال ها قد عدنا يا صلاح الدين، يعني أنت مشيتنا هيانا نحن جينا، يعني نحن استولدنا هذا الاحتلال احتلالا آخرا، وهيانا نحن هيانا قدامك يعني موجودين، ورح نشوف نحن أسماء كثيرة رح تصرح تصريحات تشبه هذه التصريحات اللي الآن مثل ما يجي وزير خارجية أمريكا بلينكن ويقول كلام يعني للأسف الشديد لا علاقة له بالسياسة، يقول أنا آتي إلى هنا ليس بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما آتي إلى هنا بصفتي يهوديا، وهذا كلام يعني خطير، فيه عربدة، فيه هيك منفخة كبيرة لما يتحدثون بهذا الحديث. فجاء أيضا صموئيل، هربرت صموئيل أيضا يهودي، واستلم هو صار مندوب السامي في فلسطين 1920، وهو قال خطب من البرندة ببلدية القدس وحكى قال أنه أنا جاي لحتى أنفذ وعد بلفور باختصار. يعني الآن تشوفي أنت هذا المجيء الآن بعد هل يعني هذه أول هجمة فلسطينية حقيقية من أجل أن يرى أبناء فلسطين بعيونهم وقلوبهم وحواسهم، من أجل أن يشوفوا البلاد اللي صاروا الإسرائيلي محتلها في غزة على سبيل المثال من عام 1967، ذهبوا إلى هذه المغتصبات أو هذه المستوطنات الموجودة في محيط غزة ليقولوا لها صباح الخير، ليقولوا لها نحن هي أهلك، نحن إجينا وما في شيء صعب. ولذلك جن جنون الإسرائيلي أنه كيف أنا إسرائيلي، يعني كيف أنت تجي لعندي، وهم اعتبروه عدوان عليهم. نحن جايين لبيوتنا، نحن راح نتفقد بيوتنا اللي أخذ لازالت المفاتيح بين أيدي الإسرائيليين المستوطنين اللي هم دخلوا منها. طيب يعني وين المشكلة؟ المشكلة بتشوفيها أنت بهذا الغرب، الغرب الذي لم يستفق على عاره الذي فعله في فلسطين. في ناس ساكنة بها القرية، ساكنة بها المدينة، ساكنة بها الوطن الموجود، قالوا لهم كله لبرا وبيجي ناس آخرين، وذول الناس الآخرين صار لهم من 75 سنة حتى هذه الساعة عم يدورهم على كل شيء، بيدورهم على تراث يسموه تراث أنه إلهم، ما خلوا مكان، ما خلوا متر لا في القدس ولا بيت لحم ولا الخليل ولا مكانهم، يدورهم حتى يلاقوا إلهم مرجعية تاريخية معينة أنه والله إحنا كنا بهذه البلاد. لا يوجد لديهم مرجعية حتى هذه الساعة من آلاف السنوات سوى هذا الكتاب الديني الذي كتبه يعني الناس اللي بيكتبوا عنديهم موجودين، وهذا الكتاب للأسف الشديد عندما تقرأ أنت ستجدين فيه ما هو مهول وما هو موجع وما هو مؤلم، لأن الواحد منهم يحرض أي واحد ساعة ما يولد بيقول له روح اقتل أنت، ولا يعني تتهاب أي شيء لا صغير ولا كبير ولا مرة ولا ختيارة ولا هذا، اقتل كما تشاء، وإذا قتلت الصغير قبل ما يكبر كمان بيكون أحسن، لأنه هذا بكرة إذا يكبر يمكن يشتد تساعده عليه وبصير مشكلة. أي بصير مشكلة. ولذلك بتشوفوهم الآن أنت هلا نسبة القتل عند الفلسطينيين صار حوالي 7000 أو 8000 موجود طفل فقط، أطفال صغار كلياتهم موجودين لسبب بسيط، أنه أنت هلا الأمهات والنساء نسبة كبيرة جدا تكاد تكون يعني أكثر من ثلثين نسبة اللي استشهدوا من الأطفال، بتشوف هذول بتكونوا بالبيوت وين بدهم يروحوا؟ يعني رجل شاب هذا صغير هيك اللي هذول خاصة اللي تركوا المدارس لأنه عطلوا لهم المدارس وسكروا كل شيء عليهم في هذه الحياة كلها. أنت بتشوفي الناس، أنت هلا بتستغرب تقول أنا بالقرن الواحد والعشرين يعني هلا الناس عم تدور على شربة مي، مش معقول اللي عم يصير، لا هذه حقيقة.
لانه انت كما بتعرفون انه هاي المياه مالحه في غزه وصعب، وكل بيت يعني في عنده مثل هذا الفلتر الموجود ببيوتنا احنا كلياتنا يفلتر الميات او انه يحليهن للميات شويه مشان يشرب، لانه كل شيء موجود بهالطريقه هاي. طيب انت كل هذا الواقع كل هذا كلهم شايفينه بدليل انه عم تجوا فازعين انتم للاسرائيلي، اجا بايدن، يعني شو هالشغله الكبيره اللي انت جاي لها؟ في ناس بدها تجيب بلادها، في ناس بدها تاخذ لها قريه قريتين، صار له واحد في واحد 75 سنه محتله وانت ما عم تحكي ولا كلمه، لا انت ولا مجلس الامن ولا حقوق الانسان ولا المنظمات الدوليه ولا شيء. طيب وبعدين؟ ما الذي ينتظره الفلسطيني؟ يعني انا وانت واي واحد عم يشوفنا هلا، انا في عندي حياه يمكن 60 سنه 70 سنه، اذا مدت اكثر صارت 80 سنه، وانا عم اتفرج على هاي البلاد رايحه، الحوش رايح والبيت رايح والحديقه رايحه والحكوره رايحه والغنمات راحن والبير راح، طيب شو يعني شو تم استنى انا؟ ولذلك هذه المقاومه كان لابد منها، هذه المقاومه ليست خاصه بفلسطين وليست خاصه باي بل كل بلد يتعرض الى ظلموت يقع عليه ظلموت قاسي، عم يقتل له ابنه، يقتل له بنته، يغتصب بنته، يغتصب مرته الى اخر ما، هذا ظلموت اسمه، وانت بدك تقاومي بالفطره. شوفي انت هلا مدي ايدك انت على اي نبات من النباتات حواليك هي الموجوده هون، اعملي هيك بس للورده بتلاقيها هي هيك اول ما تشوفيها عم تاخذ لورا شويه، هذا مو الهواء اطلاقا، هي عم تدافع عن نفسها. فالمقاومه شيء اساسي، هم يريدون من 75 سنه حتى هذه الساعه وحتى قبل يعني من 75 سنه وهم يريدون ان يقولوا بان المقاومه هي ارهاب، ارهاب على مين؟ ارهاب على هذول الجماعه اللي قالوا انه احنا شعب الله المختار، وهذه ليست حقيقه، بل هم بالغوا اكثر لما سكتت الناس عنه وقالوا نحن من اختار الاله، وهذا مو بس يعني عربده وكذب وزيف، هذا في كفر، كفر حقيقي، كفر بمعنى انه في ظلم بهذا الكلام او اقتراف لخطيئه انت عم تشتغل عليه. ولذلك كان لابد للادب، كان لابد للثقافه، كان لابد للفنون، وكان لابد من هذا الحس الانساني يشتغل. البني ادم كل شيء اللي فيه هو الحواس، اهم شيء انه واحد يكون عنده حساسيه، واهم شيء انه يكون الواحد كمان ادمي. تسمعي هالكلمات هذه يقولوا ايه هذا زلمه ادمي، هي بنت ادميه، انتهى خلص، لا يحتاج الى توصيف ولا يحتاج الى شرح فيها. هذا الشعب الفلسطيني انت معتدي عليه بهالطريقه هاي من بين كل البلدان اللي تعرضت الى انتدابات الى استعمارات، هلا كانت موجوده فرنسي انجليزي ايطالي غيره، هذا كلها استقلت. يعني شو معنى انه بس هذا الشعب الفلسطيني وانه ما بيستقل، انه ما بيحرر ارضه، ما بيعيش في حكورته، ما بيعيش في بيته، ما يروح هيك الراعي هيك وهو عم يغني على كيف وهيك مع غنماته، ليه؟ مشان شو؟ شجرته تطلع على مهلها بدون خوف بدون ايش، ليه؟ مشان شو؟ السبب انه والله هذا الاسرائيلي سوى مشاكل كثيره في هذا العالم، ومنها في فرنسا ومنها في بريطانيا ومنها في المانيا ومنها ومنها ومنها، وصار في اثار الحرب العالميه الاولى والثانيه موجوده، قال لا خلينا ناخذهم لمكان اخر، ما دام البريطاني والفرنسي وغيره هذول ماسكين هالعالم ومحتلين كل هذا العالم وقعدوا بهي بعض البلدان مثل الجزائر يعني 132 سنه فيها، او في جنوب افريقيا قديش او في الهند. طيب انت الان هم قالوا خلينا نحن نرتب هذا الجو لهذا اليهود، جابوهن في ناس ادعت اليهوديه مشان تجي لها تكون لهذه المنطقة، لأن المنطقة منطقة فلسطين معروفة جغرافيا، بس هيك اللي بشوية هيك يطلع هي يعني جغرافيا مرعبة بجمالها، فيها عشرات الفصول داخل السنة الواحدة، فيها صحراء بآخر الدنيا وفيها تحت بالأغوار، فيها بتحطي البزرات من هون بيطلعن خيارات من هناك بعد شهر شهرين زمان خير كتير. كل هذا ايه كل هذا الخصب هم اجوا يطلعوا عليه، ليش؟ لأنه الإسرائيلي كان مثل الإسفنجة، الإسرائيلي بشكل عام أنا بقول كان مثل الإسفنجة دائما ما عندها يعني خاصية غير تمتص، فهم يروحوا من الأمكنة اللي فيها خير ويلزق فيها مشان يمتص وياخذ بعدين ويعصر، لا بالدلو تبعه يا بال العليقة اللي شنتايته أو خلينا نسميه الجزال اللي عنده. ولذلك كان لابد من هذا الهبوب، وتكون الأدب له دور مشان يسجل ماذا يفعل الآباء، ماذا يفعل الأجداد، ليش هالناس هذول عم تقاتل؟ أنت بتشوفي ناس وجهاء كانوا مثل ما تشوفي أنت أمير مثل سلطان باشا الأطرش في سوريا، أو شيخ كبير له يعني له مهابة ووقار مثل صالح العلي مثلا في الساحل، أو واحد مثل إبراهيم هنانو صاحب جاهه ومحامي وكل الناس بدها رضا، حتى كانت الدولة العثمانية بدها رضا، ليش يترك كل هذا وبصير بده يروح للمقاومة؟ ليه؟ لأنه في بلد عم يروح، في معنى عم يروح مثل الوطنية بدها تنداس أو شيء، فهو لا يقبل مثل هذا، في مرته بنته أخته جارته إلى آخره ممكن تنأذى أو تتعرض إلى الإهانات أو الأذيات الموجودة، فكل هذا هم طلعوا. الآن بتشوفي كل فلسطين، هلا نحن عم نطلع الكاتب عم يشوف إنه كل هذول الناس أسماء كبيرة مثل أحمد الشقيري، نعم. يعني مثلا على سبيل المثال هذا كان سفير للعديد من البلدان، منها باكستان ومنها السعودية ومنها سوريا، كان سفير يمثلهم في الأمم المتحدة، أسماء كبيرة. شوفي بالأدب الآن طلع مثلا بتشوفي جبرة إبراهيم جبرة، بتشوفي غسان كنفاني، وبتشوفي إدوارد سعيد، وبتشوفي محمود درويش وسميح القاسم وعز الدين المناصرة وأحمد دحبور ماجد أبو غوش، بتشوفي كل هالش
الشعراء هذول الكبار الآن موجودين هم من أهم الناس الموجودين من أسماء الموجودين في المدونة الشعرية العربية والقصاصين العرب ومن أهم الروائيين العرب ومن أهم الفنانين العرب، ولذلك هذا شعب. لذلك الإسرائيلي بتشوف الآن بيدور هو هيك، ومن كان عم يدور هلأ عم يدور على عادات ويدور على علاقات وتقاليد وأعراف وتصورات من أجل أنه يصير هو شعب. أنت بحياتك ما راح تصير شعب، سبب بسيط، كل ليلة بيمتحنوا حالهم فيها. يعني البولوني بس هيك يشرب له كاس ولا كاسين هيك بيصير يغني بالبولوني، وين إسرائيل؟ ما عاد في إسرائيل بحر. ولما يصير بده يناقش ويحاور وكذا هذا بيصير بيحكي باللغة اللي إجا هو فيها، وعاد فيها هي اللغة عبرية موجودة، ولما يطلع مخصم المطارات إلى آخره. فأنت كل هذا مع بعض البعض هو إذا بدك تشوفيه بدك تروح إلى المدونات هذه الأدبية أو الثقافية أو الفنون التي يعني يشتغل عليها في المسرح أو في السينما أو في الأشياء الأخرى يعني لها علاقة بالفنون من اللوحة إلى الموسيقى. تمام دكتور، خلينا نحكي عن رواية حضرتك أنين القصاب. هاي الرواية بتنطوي على حكاية فلسطينية. صحيح. شوفي أنا كل يعني موضوعاتي كل شغلي أنا له علاقة بفلسطين. يعني أنا من 40 سنة وأنا أكتب كليات، وهذا هذا الهم، لأنه يعني الهم يعني فينا نلتفت هيك ونلتفت هيك لموضوعات أخرى، بس أنت البلد رايح، المعنى رايح، العلم يعني عم يهتز هيك حزنا بالهوى، هيك عم يهتز حزنا على هذه البلاد اللي هو بيحب أنه يرفع هو فيها على القدس، بنحب انه نرفع هذا العالم في حيفا في يافا في هالمناطق هذه بلادنا، لكن للاسف الشديد كل هذه الاحزان حواليك. فانا يعني خلقت بالمخيم الفلسطيني وعشت فيه وشفت ابويا فدائي وشفت الباروده موجوده وشفت الشماخ موجود وشفت هيك امي بتحكي عن عن, عن فلسطين، جدتي عم تحكي عن فلسطين، فكل هذه الاجواء هيك خلتني انه انا هيك استعير اذانات الاخرين حتى استمع بشكل جيد، لاتعلم الجغرافيا منهم ايضا، وصرت انا اقرا واروح اشوف مين كيف هذا العالم انه تارك هيك بلاد بهالطريقه هاي، من مذبحه الى مذبحه، من مجزره الى مجزره، من ما عاد في مقابر، يعني في كل قريه بتفتح لها مقبره، بس انت لما تصير المقبره هي اكبر من القريه كلها بتضطري انت تفتحي مقبره جديده. هلا روحي على اي مخيم بيقول لك انه هذا بده يدفنوه للشهيد، وين بدهم يدفنوه؟ بصير نسال احنا، بدك تروحي انت على العزاء وين نسال، بالمقبره القديمه ولا الجديده؟ اذا واحد من المخيم بصير يضحك بيقول لك شو انا مقبره قديمه، قديمه ما عاد فيها امتلت وهكذا. فاحنا طلعنا هيك وشفناها وبلشنا نحن نقرا وهذا ونقرا ونتعلم بقوه من اجل انه احنا يعني نكون هيك لائقين بهذا البلد، لائقين بهذا العالم، لائقين بهذه القدره العسكريه الترسانه الكبيره الموجوده الان في بلادنا العزيزه. للاسف الشديد الان الولايات المتحده الامريكيه منذ 7 اكتوبر حتى هذه الساعه هم يفتحوا المستودعات الامريكيه اللي هي قواعد موجوده في فلسطين، يفتحوها مشان يعطوا الاسرائيلي كل ما يحتاج اليه من قنابل ذخائر وصواريخ وإلى آخره، يعني موجود غير اللي عم يجيبوه بالطيارات اللي صار ما بعرف قديش عددها، وهي عم تنقل هذه طائرات كبيرة تنقل يعني قطع شفتهم يمكن لما تشوفوا بالتلفزيون هيك في طائرات تهبط ما فيها غير سيارات ناقلة سيارات وجاية يعني لهم. فأنت هذه الفزعة كلياتها الأوروبية اللي صارت كنا نتمنى إحنا لو صارت فيها فزعة عند الكتاب، فزعة عند الفنانين، فزعة أيضا عند الدول العربية، فزعة في السياسات العربية كلياتها من أجل إنه نخدم هذا الموضوع ونقول خلص كفى، هذا الجرح الفلسطيني انفتح على الآخر، انتهى خلص، ما عاد في وعد هذا. بدل ما بتشوف هاي للاسف الشديد في بعض لا زالت هذه السياسات سواء عربيه ولا اقليميه ولا دوليه، للاسف الشديد كان هذا ما يحدث الان في فلسطين منذ 65 يوم 66 يوم كانه يحدث في كوكب اخر. ومن للاسف الاكثر المبالغ فيه يعني انه بتشوفي الناس عم يأيدوا، لا زالت تؤيد، يعني شوفي رئيس وزراء بريطاني لما يجي، المستشار الالماني لما يجي، الفرنسي لما يجي، وكلهم صاروا مجيين مره ومرتين وثلاثه، غير هاي التليفونات الاوردرات بتجيهم اليومية الموجودة، كل هذا بيخلي الكاتب يعني يتحدث. أنا هذه روايتي أنين القصب اللي تفضلت عليها، موضوع هي واحد من الموضوعات المتكررة اللي أتحدث عنها، يعني مرة أتحدث أنا كيف خرجت الناس، ولأنه في ناس كثير عندهم لغو موجود بيقول لك هذا الفلسطيني ترك، أنا بدي أنا أجرب هلا، هي عندنا نحن 10 سنين هون في سوريا، في حدا ترك بيته بإرادته؟ أكيد لا. في واحد ترك؟ أنت هلا أنت بتشوفي مثلا بعض أنتم يعني أهل مدينة، خلينا نقول أنا ابن قرية وابن مخيم، يعني أنا كنت عايش مع الطرش مع الغنم والأبقار والهذا، أنا بشوف كنت لما أفوت على المراح المكان الوسيع اللي بتبات فيه الغنمات ويباتوا فيه المعزيات والبقر والحمير لما يفوتوا عليه بدك تسكري عليهم بالمغربيات، يعني هذا بتشوف شوفي في حمار اللي هو لا انه قاري ولا انه كاتب، تلاقيه انت بالمراح
كل ليله كل ليله كل ليله لما نتفقد ونحن بارضه نايم، بيجي على المكان اللي هو فيه. فهذا انت اذا بتبعديه وهو حمار بين قوسين، اذا بدك تبعديه من هذا المكان هو يعني بيعمل لك نوع من الرفض، يعطيك نوع من العناد الموجود هذا. فكيف اذا في شعب، كيف اذا في شعب بيعرف انه هاي البلاد بلاد سيدنا المسيح عليه السلام؟ كيف اذا الشعب بيعرف انه هاي هون في كان صلاح الدين الايوبي؟ كيف اذا بيعرف انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيجي من الجزيره العربيه ويرتقي من على 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 البراق من شرفه من شرفات المسجد الاقصى؟ كيف لما بتعرفي في عندك ادوارد سعيد، كيف لما تعرفي في عندك غسان كنفاني، كيف لما تعرفي في فنانين اذا بنعد لبكره ما بنخلص عد، اذا بتشوفي في فنانين تشكيليين برسم لوحات، اذا 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 بتشوفي هذا، او في ناس حتى سياسيين او في ناس ثوار هذول مثل عبد القادر الحسيني وغيره، هذول الزلم اللي هم، كيف لما تعرفي عندك كل هذا التاريخ؟ كيف لما تعرفي بالاخير تصلي الى نقطه المحرق انه والدك او جدك هو شهيد، وهي الصوره المحطوطه فوق على الحيط مطوقه بالمسابح، هذول هو ابوك ولا هو جدك؟ كيف بدك تسكتي انت؟ ما هو السؤال الاولاني بيسالوه الواحد انه مين ابي مين امي مين هاي الاسئله وانت بدك تقولي وين انا وطني وين بلادي وين بدك تشوفي هذا. ولذلك الكتاب كلياتهم، انا في هذه الروايه اتحدث عن قصه الخروج الفلسطيني، قصه ما تتعرض اليه الارياف الفلسطينيه كيف خوفوها. يعني راح اعطيكم مثال بس هيك على السريع كل الناس بيعرفوه يمكن، ما في قريه صغيره بلده هيك بجنب القدس اسمها دير ياسين. هاي دير ياسين فاتوا عليها بالليل، يعني العصابات اللي كان بيديرها مناحيم بيجن وغيره فاتوا عليها بالليل وما حكم شيء، ما سووا شيء، فقط انه لغموا هم الديور البيوت، يعني من هذا على زاويه البيت وعلى زاويه البيت وقدام الباب وهذا، والصبحيات بكير هم فجروا هذه العبوات الناسفه بهذه البيوت. فاللي تشلخ تشلخ، واللي تقطعت اعضاءه وتقطعت اعضاءه، واللي مات واللي وكل هذا. واجوا بالصبحيات هم على البكير الاسرائيليين جابوا تركتورات من المزارع اللي سووا فتحوا لهم اياها او اللي سمح لهم حتى العثماني ايام زمان مشان يساويها، فركبوا هذول كل الناس الاموات زتوهم كلياتهم بالقاطره اللي وراء التركتور اللي عاده بتكون، وداروا فيها على القرى كلياتها المحيطه في القدس، وهم يمسكوا الايدين المقطعه او بيمسكهم الرجلين المقطعه او يمسكهم الشعر او الراس او او بل بل بالتركتورات هيك، ودارهم على هاي مشان يخوفهم الناس مشان انه اطلعوا او راح يصير فيكم مثل ما صار بدير ياسين. وهكذا شوفي، فانت الاف المجازر موجوده عندك، الف حالات العدوان اللي هي موجوده عليه في الضفه الغربيه منذ يعني منذ اوقات بعيده وليس الان. بدك تشوفي الان لما يتفقدوا الناس، انت تصور الامهات الان او الخوات او الاباء الان بيروحوا يعيدهم، وين بيعيدهم؟ بيعيدهم بالمقابر للأسف. يما صباح الخير، هيا أنا جاية أشوفك، أنا كيفك يا حبيبي، كيف نومتك، كيف يعني هذا لا يحدث ولم يحدث في تاريخ البشرية الآن. شوفي أنت، ولذلك بدنا نكتب هذا الكلام يعني. ولذلك أنا كتبت قصة هؤلاء الناس كيف طلعوا، هذول مش طلعوا بكيفهم، هذول طلعوا والمفاتيح تخشخش بجيوبهم أو بأعناق النسوان أمهاتنا جداتنا اللي كانت هي الموجودة. ولذلك أنت بتشوف هذول، تستغربي هالناس اللي عم تحكي الآن للأسف الشديد كلام يعني غير عادي. لا اطلعوا أنتم هلا، تفرجوا هلا الآن بعد ما بنوا البيوت صار عندهم تلفزيونات وصار في عندهم يعني كل حالات الرغد تقريبا صارت بالبيوت الفلسطينيه الموجوده سواء في الضفه او في القطاع، وهم ساكنين لسه هم بالزينكو لسه عم ساكنين موجودين بالزينكو. كل هذا الموجود بالناس فيه تستغرب، يقول لك يا اخي ما لهم الفلسطينيه صارعين الدنيا؟ مش صارعين الدنيا، نحن في حق في وطن رايح نحن بدنا نجيبه، واحنا جربنا مع الاسرائيلي كل هذه الحوارات صار لهم جوا بالداخل 30 سنه واكثر 35 سنه وهم يحاورونهم من خلال اتفاقيه اوسلو ولا في طريقه نجحوا فيها. بتحكي بالتاريخ معه ما بيقتنع، بتحكي معه بالدين ما بيقتنع، بتحكي معه بالاقتصاد بالجغرافيا كله لا يقتنع، في راح يقتنع بلغه واحده، هذه اللغه اللي عم تشوفوها الان انتم في طوفان الاقصى، غير هيك ما في حل. مقاومه ما في حل ابدا. واليوم نحن النا سند كفلسطينيين، يعني النا سند من هذه البلاد العربيه وعلى راس هذه البلاد العزيزه سوريا وغيرها، نحن هذا السند هو الموجود بكفينا بصراحه، احنا بكفينا، لانه البيوت شو بدها لحتى تساوي هاي الستره وتجيب حقوقها وتدير بالها ويصير فيها دفى ويصير فيها اولاد شاطرين وفيها هذا؟ بدها سند، بدها حيطان، بدها شيء. نحن هذه الحيطان نحن مقتنعين فيها، وهذه اكبر هزه الان صارت في الكيان الاسرائيلي، الان هم يسالون هذا السؤال الوجودي وهو قلق غير عادي، انه لماذا نحن هنا؟ عم خلفنا الاولاد هذا مشان تنقتل، بين فتره وفتره بيطلع علي الفلسطيني، طبعا بده يطلع عليك لانه هاي البلاد مش الك. ولذلك انتم بتشوفهم الان اكثر من نصف مليون الان او اكثر مغادر من الاسرائيليين. نعم. وفي ناس كانوا برا حوالي نصف مليون كمان بدهم يفوتهم، كانوا جايين كمان هم احجموا عن الدخول. ولذلك
هذه التنبيهات اللي بتصير من أهل القتال، من أهل المقاومة، هذول الناس، هي بتنبه الكاتب والفنان من أجل أن يكتب وأن يكون يعني على مقدرة كبيرة مشان اليوم كتير مسؤوليتكم كتير كبيرة اليوم دكتور بنشر الثقافة والوعي وتوثيق الهوية الفلسطينية. الحديث معك لا يمل من حضرتك اليوم التاريخ الفلسطيني، نحن فخورين فيه. تحية لكل المقاومة الفلسطينية وأكيد الرحمة لكل الشهداء والشفاء العاجل لأجرحى. شكرا دكتور لحضورك اليوم. شكرا لك. شكرا لك لحضورك وللدور اللي عم تقوموا فيه دكتور.